تبعتك سيدنا المش. ده بالنسبة للرسالة لي. بقول له رئيس السيسي الراجل المحترم الجميل، بقول له الشعب المصري في 55 مليون مواطن غلبان طيب لا يعنيه من يحكمه. راجل عايز ياكل لقمة العيش، عايز يروح المستشفى يلاقي علاجه، أبسط أمنياته. أقول له أنا عاوز في رئيسي يكون زعيم للأمة العربية، عاوز رئيسي ينزل معايا غيطي يشوفني بعمل ايه، عاوز رئيسي يزورني في المصانع ويعرف بيحتاج له ايه، عاوز رئيسي يسمع للغلابة والسكان الرصيف، عاوز رئيسي يكون في قلبه رحمة للقوي وللضعيف، عاوز اصحى من ليلي مش خايف من نهاري، عاوز اصحى الاقي ليا كرامة وسط الجيران، لو سافرت بره يعاملوني باحترام، ساعتها هكون سفيره واركب له المحال. عاوز رئيسي يسمع لكل فكرة، عاوز رئيسي ما يكونش بس ذكرى، اوعوا تقولوا اني بحلم، والله صاحي ومش خيال، اهو جه الفارس اللي ركب المهرة وبقى خيال. قوم يا ابو كاب وبيادة، قوم يا ولاد ما هي مصر يا ولاد ولادة، دي الرجولة سبحة في دمه، ما هو انت يا مصر أمه، الغرب فيكي طمعانين، الكيس السيسي كاسر للمعتدين، سيبك من الغرب يا بطل وكمل مسيرتك، ده شعب مصر يا بطل أمانة في رقبتك.